طيب ايضا اكرام شنو الميت، التعجيل بدفنه، التعجيل بدفنه، هذا ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح. فقد جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ايضا هذا حديث متفق عليه. شنو يعني متفق عليه؟ يعني البخاري رواه في كتابه والمسلم ايضا رواه في كتابه.